الصيحة ومنها نقرأ: الحكومة تلغي الإحفاء الضريبي للقطاع الزراعي وترفع ضريبة الصناعي. ألغت الحكومة الإعفاء الضريبي على القطاع الزراعي وفرضت ضريبة بنسبة 2% على المحاصيل الزراعية، كما رفعت ضريبة القطاع الصناعي من 10 إلى 15%. ونص قرار صادر عن ديوان الضرائب طلعت عليه الصيحة على تحصيل هذه الضرائب بعد تعديل القانون وموافقة مجلسي السيادة والوزراء على التعديل. وألغى القرار استثناء مدخلات الأعلاف من الإعفاء الضريبي، وفرضت عليه ضريبة بذات النسبة للمحاصيل. طيب أستاذ محمد عبد العزيز، ضرائب على القطاع الزراعي تبلغ 2% و 10 إلى 15% على القطاع الصناعي والإنتاج، دولة تحتاج إلى إنتاج في هذه، كيف يمكن أن يحدث هذا الأمر وما هي التأثيرات المتوقعة لهذا القرار؟ طيب مبدئيا لابد من الإشارة لأنه النظام الضريبي في السودان يحتاج إلى إصلاحات واسعة. على سبيل المثال، نسبة التحصيل الضريبي في السودان تصل لنحو 6%، وده رقم منخفض جدا مقارنة بالدول النامية، لأنه وفقا للتقديرات الدولية المفترض أن يصل الرقم إلى 15%. صحيح أن الموازنة الحالية بتسعى لزيادة نسبة التحصيل الضريبي وترفع ل 8%، لكن هذا الرقم يظل غير كافي لأنه الدولة محتاجة للعديد من الموارد. أيضا في نقطة مهمة، اللي هو هناك في شبكة واسعة ومجموعات واسعة خارج القطاع الضريبي وبتتخرب. عملية الإصلاح الضريبي واحدة من المقترحات اللي هي قامت بها وزارة المالية هذه الإجراءات فيما يلي خاصة في بعض المدخلات الزراعية التي يمكن توفيرها محليا. أيضا هناك مطلوبات أكثر تتعلق بضريبة الدخل الشخصي، بعد يعني في معادلة مقلوبة في السودان، أنه يعني بالذات في وظائف حكومية كبيرة كل ما الشخص يعني كان مراتبه أقل ضريبته بتكون أعلى، وضريبة الوظيفة أقل ضريبته أعلى. عفوا أستاذ محمد، لا نتحدث عن من يتهربون من الضرائب، نتحدث عن من لم تكن بعيد عن الإصلاح الضريبة، من لم تفرض عليهم ضرائب في السابق كانوا معفيين من الضرائب، الآن أصبح عليهم 2% و10 إلى 15%. هذا الأمر كيف سيؤثر على الإنتاج تحديدا؟ طيب سيؤثر حتما على الإنتاج، سترتفع تكلفة الإنتاج في ظل المعادلة الجديدة للضريبة، لكن في ذات الوقت ستوفر في المقابل ستوفر دخل للدولة. أعتقد سيؤثر سلبا أم إيجابا تعتقد؟ هو في جانبين، في جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي يوفر دخل إضافي لموارد الدولة، الأمر السلبي قد يؤثر على زيادة تكلفة الإنتاج بالنسبة لقطاعات محددة متأثرة بهذه الضرائب الجديدة. طيب أيضا هنالك من يتحدث عن أن تنافسية المنتجات الزراعية المحلية بعد فرض الضرائب عليها ستقل كثيرا، أنه نظر يعني هذا ما يتفق عليه كثير من الخبراء، أن هذه القطاعات تحتاج لكثير من التسهيلات حتى تنشط، وتحديدا في دولة كالسودان دولة عالم ثالث مسألة التمويل بها مشكلات، هنالك فساد كثير، هنالك تجريف جرى على هذه القطاعات. ف هل تعتقد أن أيضا تنافسية المنتجات الزراعية المحلية خارجيا للصادر ستقل أيضا وستنعكس، وكيف يمكن أن تجمع؟ طيب هناك العديد من الصعوبات فعليا تواجه هذا القطاع، خاصة فيما يلي أشرت إلى مسألة تحت الفساد، ضعف التمويل الموجه لهذه القطاعات. أعتقد أنه في الموازنة الأخيرة أو في السياسات الأخيرة سيتم توجيه بعض البنوك، بنك الثروة الحيوانية، البنك الزراعي، لتوفير تمويل وتخصيص تمويلات لهذه القطاعات، توفير دعم لها. المسألة بتاعت القطاعات الزراعية واجهت صعوبات كبيرة، يعني تقديرات تشير لأن صادرات السودان الزراعية تتراوح بين 2 إلى 3 مليار. هناك خطة كانت طرحتها غرفة الصادرات، غرفة المصدرين، اللي هو لرفع الصادرات لنحو 10 مليار دولار في السنة، وده بيتطلب إنفاق قرابة 3 مليار دولار أو 3 إلى 5 مليار دولار صرف على هذا القطاع بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. هذا المشروع أعتقد أنه هناك صعوبات كبيرة تواجهه، لكن هناك الكثير من المشاكل تتعلق بمسألة الصادرات، ودي حاجة محتاجة لعمل سريع ومنظم وعمل متكامل، ليس فقط وزارة المالية، وزارة التجارة، وزارة الزراعة وغيرها من الجهات ذات الصلة. مثلا على سبيل المثال هناك مسألة المضاربات على مستوى السوق المحلي، ودي حدثت قبل عامين في مثلا السمسم، الأسعار داخل السودان بقت أعلى من السعر العالمي، وده أدى لكساد على مستوى المصدرين. فدي دائرة جملة من الترتيبات اتخاذها لضمان انسياب الصادرات السودانية ومع إضافة قيمة مضافة لها، طبعا دي في المرحلة الثانية.